جلل. بعض الاحيان ودك تعبر، الحمد لله جايكم ان شاء الله عندك كلام طيب. بعض الاحيان ودك تعبر الرقم الله وبركاته. وعليكم السلام يا عمر، واسعد الله مساكم جميعا بكل خير. الله يا جماعه الخير، اولا انتم الله يحفظكم ويوفقكم، سابقيني بالعلوم الطيبه كلها وعلى أول أجل بعدكم بالعلوم الغانمة. حطه هنا في هذا المساء الجميل، ما حنا شيء ترى، وفي هذه الليلة الجميلة، في هذا المساء الجميل وفي هذه الليلة الجميلة ندشن وإياكم حريميص الجديد العبد الرحمن بن لافي ضيف الله، ابن ضيف الله ابو لافي. عبد الرحمن ابن ضيف الله ابو لافي، ودي تسميه باسم لطيف يعني لي. حريميسه سميته. حريميسه 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 حريميسه. وبهالمناسبه تدشين حريميسه نبي سالفه وقصيده سم. منك صفقه عشان تدشين يا شباب في هذه، يعني والله من المختارات صراحه. الان دقيقه الان تم تدشين حريميسه. حريميسه نعم. في المخيم، في محل في المخيم. انا صراحه ابو سامي شفت ابو حسن الله يطول في عمره، يعني ما اخذ الركن ذا، قلنا يعني ننعنش هذه الخيمه الجميله بيضاء وجهك ابو حسن، كلنا بما تملك يداه، فقلت اشارككم بهذا التدشين الجميل حريميسه، واخترت لكم قصه او بالاصح قصيده، واتوقع ان الجميع يعني يعرفها، فاتمنى ان نشلها سوا ونغير نفش عن انفسنا. الله يدخلكم الجنه جميعا ابو لافي، ودندن عكس راح الله يدخلكم الجنه. خذ راحتك. أبيات للشاعر الكبير عبد الله بن عون العتيبي. نعم نعم ونعم. عليكم جود بالنيابة. أسلم أسلم. يلا نشل سوا. يمل قلبا. يلا يمل قلبا. يمل قلبا يسج فيه دولاجة منها اسمع من الناس لو تكثر لجالجها ما غيره جس تقول مضيع حاجة أخذ وسند على روحي وهرجة ودوج لو كان ما رجلي أدلها النفس لين الله يفرجها. يا الله يا اللي بيدك الضيق وفراجه، يا خالق الخلص يا قلبي حوايجه، تفرج العين الذي يغفت بسوها علي هلا عليها الطواري ليني تزعجها. الله 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 الله. صحت اصواتكم جميعا وصحت صوتكم بمناسبة صوتك في يوم واحد خلصت تدشينات اسابيع بمناسبة وباقي غدا وبعد غد وبعد غد وسترى وسترى وليس تسمع، يعني سترى قبل ان تسمع اذنك. كمل رح. هذا طبعا مقبلات يا شباب. نعم نعم هذا اللي قاعد يصير، هذا مقبلات ولا القادم افضل باذن الله. لا 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 لازم اول يوم.